طيب. الاخوان في تويتر، الف شكر لهم، حق عمل كبير جدا، والف شكر لكل ما يقومون فيه من عمل، لان استهلون. البرامج متتواليه. نعم. متواليه، والحساب انا احنا تابعنا امس فردت فعل خبر المعلومه اللي تكلمت فيها اخوي عبد الرحمن، حتى في حسابات النادي الصربي تحدث بنفس المعلومه وبنفس المعلومه، معلومه الاتحاد، وربما اعتمد عليك في هذه يعني معلومه صحيحه اللي اوردها عبد الرحمن، هي المعلومه الصحيحه. يبقى يحق الاستاذ احمد صادق ذيابه اللي تحفظ على هذه المعلومه، ويعني هذا حق بالنسبه للاستاذ احمد، لكن الهدف في هذا الموضوع ويثبته. ولكن للمعلومه، بما انك فتحت الموضوع وانا ما كنت ابغى اتطرق له، احنا حاولنا اتصلنا قبل الحلقه على الاستاذ احمد صادق ذياب للحديث على موضوع سونوغو، ولكن الاستاذ احمد كان قال انه هو طبعا فريق العمل اتصل بالاستاذ احمد وقال انه هو في اجتماع، ولكن يبقى حق الاستاذ احمد ان ينفي هذه المعلومه، ولكن احنا يعني نثق في مصادرنا، ودائما احنا في اكثر من معلومه الحمد لله بثناها في مصادر برنامج الديوانية، في خصوص يعني حتى البيت الاتحادي أكثر معلومة احنا أظهرناها فيما يخص البيت الاتحادي وكانت صحيحة.